صباح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبتدي معاكم جولتنا المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي بقت عاملة ازاي، خصوصا انه خلاص الناس ابتدت تنزل لأشغالها. خلينا ناخد بالنا انه في ظهور تباطؤ في حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، وده طبعا بالتزامن مع توجه الناس لأماكن عملها والطلاب كمان اللي نازلين مدارسهم والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز للخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المروري على مدار اليوم بالكامل. نبدأ مع حضراتكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة رمسيس وغمرة. زي ما حضراتكم شايفين في سيولة مرورية في المناطق دي، لكن اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمصر الجديدة وتحديدا شارع الخليفة المأمون في تقاطع كوبري القبة، هنلاقي هناك كثافات مرورية مكملة لحد منشية الجمل وكوبري أبو وفية. نفضل ماشيين مع حضراتكم لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر واللي بيشهد سيولة مرورية، وبعد كده ندخل على الكورنيش وهنلاقي بعض الكثافات الغير مؤثرة. طيب نروح دلوقتي نتابع شارع صلاح سالم واللي نلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة، كمان لو فضلنا مكملين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ونكمل لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات المرورية. نستكمل مع حضراتكم جولتنا ونروح لشوارع الجيزة وفي سيولة مرورية في شوارع الجيزة. لو هنبتدي بشارع ترسة بالهرم مكملة لحد شارع خاتم المرسلين، وكمان عند أكاديمية الفنون بتبدأ الكثافات إنها تظهر وتقل تاني أول ما نوصل لنهاية الشارع عند مسجد خاتم المرسلين. ما بعد كده بقى شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية من بداية محطة نصر الدين ولحد ميدان مدكور. حابين نعرف حضراتكم انه في غلق جزئي للطريق السياحي في ثلاث حارات مقفولة بكل اتجاه، وده هيكون بالتناوب في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع طريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لحد منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات، وده بسبب أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للأيوبية، ولو أخذنا الطرق في منطقة شبرا الخيمة هنلاقي كثافات مرورية في الشارع الجديد وعند كوبري عرابي، وده بسبب طبعا الناس اللي رايحة مدارسها. أما في المؤسسة ففي كثافات بسيطة عند النفق وعند مستشفى النيل بتاعة التأمين الصحي. أما الطريق الزراعي ففي كثافات مرورية بالقرب من الطريق الدائري، وغير بقى اللي قادم من شبرا بنها ومتجه إلى منطقة شرق القاهرة يفضل أنه ياخد محور الفريق العصار لحد مصر الجديدة ومدينة نصر. نكمل معاكم الجولة المرورية، نروح لبورسعيد وتحديدا شارع أوجينا واللي هنلاقي هناك في سيولة مرورية. لو كملنا كمان على شارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لحد شارع 23 يوليو، ونروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر ندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية كبيرة مكملة معانا لحد آخر الشارع.